معانا على التليفون دكتور خالد شريف، استشاري الاتصالات والتحول الرقمي. مساء الخير يا دكتور، اهلا بحضرتك، ويا ريت تقول لنا قراءتك لاهتمام الدوله بالاستثمار في القطاع هذا، القطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وانعكاسات ده ايه على الاقتصاد المصري. اهلا وسهلا. طبعا احنا في السنه الاخيره دي، احنا في نهايه السنه خلاص، ومن قبلها الحقيقه، بس في الفتره الاخيره بانت أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في استمرارية الدولة. ده من ناحية الظروف اللي مرينا بيها في العالم كله، موضوع الكورونا والاتجاه إلى التعليم عن بعد والعمل عن بعد وكل الإجراءات اللي حصلت، بينت أهمية إن لازم تكون في بنية أساسية قوية للاتصالات، لازم تكون في بنية لتكنولوجيا المعلومات تعتمد عليها الدولة في استمرارية. ده جه برضو بالتزامن مع انه كان يمكن من اكثر من سنتين او من سنتين تقريبا بدأ قطاع الاتصالات في مصر بصفة عامة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دعم توجه الدولة الى التحول الرقمي. شفنا المشروعات الضخمة اللي اتعملت لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الانترنت في اطار تبسيط هذه الخدمات وتسهيلها على المواطن من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه برضه في اطار مكافحه الفساد، لان احنا لما بنقدم الخدمات بشكل الكتروني بنقلل التعامل ما بين مقدم الخدمه ومتلقيها، وبالتالي بنقلل فرص ان يكون في اي نوع من انواع الفساد. فاللي حصل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنتين الاخيرتين وفي الفتره الاخيره على وجه الخصوص، حصل طفره قويه جدا في هذا القطاع، خليته هو القطاع الرائد والقطاع اللي يشكل فعلا القاطره للتنميه الاقتصاديه في مصر بصفه عامه. المشروعات العملاقه الاخرى اللي بتتم في الدوله وعلى راسها طبعا العاصمه الاداريه والاتجاه الى انتقال الحكومه الى العاصمه الاداريه، بيعتمد بشكل اساسي على ان تكون هناك بنيه قويه للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم هذا الانتقال. فهنلاقي برضو انه هذا التوجه او هذه المشروعات ادت الى زياده الاعتماد على قطاع التكنولوجيا المعلومات. ينتهي الموضوع بانه اصبح هذا القطاع هو القطاع الاهم في القطاعات التنمويه في الدوله، وبالتالي القطاع الجاذب بشكل كبير للاستثمار، ومن هنا اهميه او يعني توجه الدوله الى التركيز على اهميه الاستثمار في هذا القطاع لضمان الاستمرارية النهضة، لأن هو زي ما قلنا هو قاطرة لبقية القطاعات. تمام. هنلاقي إنه اللي حاصل ده شيء طبيعي، يعني تطور طبيعي للنهضة اللي بتشهدها مصر في السنوات الأخيرة. هايل. طب إيه اللي بتعكسه يا دكتور إشادة الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية بعملية التنمية الشاملة والمشروعات القومية العملاقة الموجودة في مصر في المجالات المختلفة؟ الحقيقه ان زياره رئيس مجموعه فودافون اللي تمت النهارده ولقائه بفخامه الرئيس فيها مؤشرات كثيره جدا. احنا كلنا شفنا في فتره ما من عده اشهر القصه بتاعه تخرج فودافون من مصر والمفاوضات اللي كانت بتتم لبيع حصتها في فودافون مصر الى احد الشركات الاخرى، وتابعنا كلنا باهتمام هذا الكلام، وابتدينا ما بين بقى تحليل وتكهنات ماذا يعني هذا الخروج لمجموعه عملاقه في الاتصالات ان لم تكن المجموعه الاكبر في الاتصالات على مستوى العالم. وكان في بعض التفسيرات اللي كانت واخده جانب متشائم، انه ده معناه عدم الثقه في الاقتصاد المصري، وانه المجموعه دي بتخرج بره مصر لانه مش شايفه في فرص نمو، الى اخر هذه التكهنات والتفسيرات الخاطئه اللي اتقالت في هذا الوقت. تأتي هذه الزيارة اليوم لتقديم نفي قاطع لكل ما أثير من تكهنات سلبية عن تفسير فودافون أو تفسير مجموعة فودافون لفرص النمو في القطاع أو في الاقتصاد المصري بصفة عامة وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص. وبيجي الكلام اللي قاله رئيس مجموعة فودافون بعد اجتماعه مع فخامة الرئيس من إشادة بعملية التنمية، وتأكيده على اتجاه مجموعة فودافون للاستمرار في الاستثمار في مصر والتوسع فيه والاستفادة من المشروعات العملاقة اللي موجودة
سواء في قطاع الاتصالات كبنية أساسية ونقل صاحبه من دخول الجيل الخامس إلى آخره، والمشروعات الأخرى اللي خاصة بالتطبيقات التكنولوجيا المعلومات اللي فودافون داخلة فيها. ده تأكيد على أنه لا، شركة كبيرة زي فودافون شايفة فرص النمو وفرص التوسع في السوق المصري، وشايفة أنه هناك استقرار اقتصادي في الاقتصاد المصري يشجعها على الاستمرار في التواجد في هذا السوق والتوسع فيه. فأنا شايف أنه يعني عندنا إشارات إيجابية في منتهى القوة من هذه الزيارة، بخلاف الزيارة اللي تمت يمكن في أول السنة. لو نفتكر أنه كان في زيارة مماثلة برضو من رئيس فودافون في يناير من هذا العام، ودي كانت خاصة بإبلاغ الدولة المصرية والحكومة المصرية بنية فودافون في التخارج. فالنهارده لا، احنا بنشوف يعني اشارات ايجابيه شديده جدا طبعا، ومؤشرات ثقه عاليه جدا في قطاع الاتصالات في مصر والاقتصاد المصري بصفه عامه. دي جزئيه مهمه، ازاي بيسهم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يا دكتور في جهود الدوله للتحول الرقمي كمان؟ يعني طبعا التحول الرقمي لن يعني ثانيه برضه نقول ان التحول الرقمي النهارده حتى، بمعنى انه الدولة الحديثة هي دولة رقمية. لو قلنا انه في زمن ما من مئات من ما يقرب من عام او اكثر كانت الدولة الحديثة مبنية على اطار معين ايام محمد علي، فاحنا النهارده بنتكلم على انه الدولة الحديثة النهارده هي دولة رقمية. فدولة رقمية يعني اقتصادها هيعتمد بشكل كبير جدا على انه يبقى فيه التعامل الرقمي مع جميع معطيات وجميع مكونات الاقتصاد. فعلشان يستمر هذا الكلام يجب ان يكون هناك استثمار في مختلف مكونات الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، من بنيه اساسيه الى تطبيقات الى تنميه السواد البشريه الى بنيه تشريعيه بكل المكونات اللي موجوده، علشان نقدر نقول انه الاقتصاد المصري في المرحله القادمه هيبقى اقتصاد رقمي او اقتصاد قائم على النشاط الرقمي وعلى التطبيقات الرقميه بشكل اساسي. لو ما كانش هذا الكلام هيتم، بمعنى انه الاقتصاد المصري لن يتحول الى اقتصاد رقمي في المقام الاول، مصر هتبقى خارج الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي النهارده كله رقمي. فاحنا بنتكلم على مساله بقاء، ما هوش اختيار نعمله ولا ما نعملوش. فاذا الاستثمار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات اساسي لاستمرار ولنمو الاقتصاد المصري. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد شريف استشاري الاتصالات والتحول الرقمي، شكرا ليك.